رايح فين يا حبيبي؟ اهلا وسهلا يا مدحت يا ابني. اهلا بيك يا طنط. يا ابني مستغرب عليه، رايح فين؟ تسمع، سيب ده هنا وروح هات واحد تاني. سيبه يا خميس. سيبه خميس. ان شاء الله يكون الاكل عجبك. طبعا يا طنط، انتوا اللي باين عليكم مش عاجبكم، ما بتاكلوش. احنا بناكل بس على مهلنا. نونو نونو. تصوري يا طنط، الاستاذ مدحت ما كانش راضي يجي يتغدى معانا. وده صح يا مدحت يا ابني، ده البيت بيتك، خليك معانا كم يوم. لا قصدي ان مدحت وراه شغل. شغل مين؟ انا واخد اجازه، يعني ممكن اقعد هنا اسبوع اسبوعين. يا مرحبا يا ابني. انا مش هتفضل من هنا غير لما اخد ماجده معايا. تاخدني معاك فين؟ انا هقعد هنا في بيت جوزي. جوزك؟ طبعا يا ابني. هو حقيقي القعده هنا حلوه والاكل ممتاز، بس خطر. خطر؟ خطر ليه بقى؟ قصدي يعني خطر، خطر على صحتها، اصل الجو هنا رطب وده مش كويس علشانها. بالعكس، انا من يوم ما جيت هنا وصحتي اتحسنت، وكمان طنط متعلقه بيا انا واشرف. خلاص سيبي لها الواد وتعالي معايا. ده اسمه كلام يا ابني؟ تحرم الولد من امه؟ البركه فيكي. يفترض ان امه ماتت. ماتت؟ حرام عليك يا ابني. هو مدحت كده يا نينا، طول عمره قلبه اسود. كتاكيل بلد سدت نفسي. مالكش حق يا مدحت يا ابني تفول على اختك بالشكل ده. انا خايف عليها يا طنط، واعرف مصلحتها فين. اختي ارمل وكل العيون بتبص لها، لازم تبقى جنبي عشان اخد بالي منها. قول لي يا مدحت يا ابني. نعم. هو مراد ما كلمكش في حاجه؟ حاجه زي ايه؟ جوازه من اختك مثلا؟ لا 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 لا، لا. انا عايزكم تطلعوا الموضوع ده من دماغكم خالص. ليه يا لا، اصل الموضوع ده عايز تفكير. ولا تفكير ولا حاجه يا مدحت يا ابني، اختك لسه صغيره وضروري هيجي عليها يوم وتتجوز، ويعني مش هتتجوز غيرك انت؟ ده حتى يا بعير. ايه اللي عيب فيها؟ دي حتى يا ابني تحلله شرعا. انا ما بكلمش عن الشرع. انا في حد متكلم عليها. انا انت قصدي استنى لما اكمل كلام. انت عداله على الواحده؟ انا قصدي اقول يعني ان انا ما اقدرش ابت في موضوع زي ده غير لما اخد رايها. ان شاء الله هتوافق. وماجده مش هتلاقي حد احن على ابنها من مراد. عن اذنكم. طيب اسمحوا لي. ما قلتليش هتكلمها؟ اهدى، انا بس عايزك تهدى. ها عايز نهدى؟ الجدع ده معقد موضوع الجواز ليه؟ معقده ليه؟ عشان ماجده وثروه ماجده عايز يلهفها كده؟ ده نخرب بيته. لا لا استنى بس، مش تقولي هتعمل ايه الاول؟ انت ازاي تخش عليا الاوضه؟ ايه؟ مش اخوك ايه؟ انت تاخد بعضك وتمشي من هنا حالا. شوف اما اقول لك، انا قبل ما امشي هقول على كل حاجه. عارف لو فتحت بقك بكلمة هورطك معايا، هقول إن إحنا موضبين الحكاية سوا، وقدام البوليس هطلع أنا بقى مش مرات مصطفى وأنت مش أخويا، يعني الحكاية نصب في نصب. أنت عايزة توديني في حديد؟ زي ما أنت عايز تضيع مستقبلي. مستقبل إيه؟ عزة علي. حد يسيب العز ده كله ويبقى عاقل؟ ممكن الحكاية دي تتكشف في أي لحظة وتقضي بقية عمرك في السجن. لا الطم، طول ما الورق ده معايا هيحميني، وهم خلاص اقتنعوا بيه. يعني انت هتتجوزي الجدع الدهولي ده اللي اسمه مراد؟ هو قالك كده؟ وبعتني ليكي عشان اقنعك. كتر خيرك، انا خلاص اقتنعت. اقتنعت بايه؟ انا مش موافق. توافق ولا ما توافقش ده مش شغلك. عزة انا خايف عليك. انا ماجدة. ما تقوليش يا عزة، انت كده هتوديني في داهية. كل حاجة كانت ماشية كويس لحد ما انت جيت. ايه؟ عايز ايه؟ كلمتها؟ لا لسه. الله؟ أمال كنتوا بتتكلموا في ايه؟ أنت مالك يا أخي؟ طب خلاص بقى، أنا اللي هكلمك. هو ده بقول لك، أوعى أكلمك في موضوع زي ده، لحسن تفتكر جوزها اللي مات وتقعد تعيط. عندك حق. بلاش أكلمها دلوقتي. أحسن. اتفضل معايا بقى أوريك قطك. اتفضل هنا.
طيب انا اصلي هنزل انا عند اختي في اوضتها. لا لا عيب يا راجل، البيت واسع. سيدي انت مالك؟ انا متعود ان انا اختي تنام في اوضه واحده. ايه في ايه؟ تصوري عاوز ينزل معاكي في الاوضه. تنزل معايا ده ايه؟ انت مش قلت مسافر؟ لا مش مسافر. اتفضل انت، انا هقعد اتكلم مع اختي شويه. بعدين إيه؟ انا عايز استريح شويه. اتفضل بقى سيادتك على اوضتك. تحبي يصحوك الساعه كام؟ انا بصحى لوحدي، مش عايز حد يصحيني. يلا غير هدومك وتعالي معايا بسرعه. عشان ايه؟ هشتري لك شويه هدوم وحاجات كده. بتتكلم جد؟ طبعا. انت ازاي تنزل معاها من غير ما تقولي؟ وماله يا ابني؟ هي نزلت مع حد غريب. يا حاج احنا عيله محافظه، مفيش واحده ست تنزل عندنا السوق من غير ما يكون معاها محرم. خلاص بقى يا استاذ مدحت، المره الجايه. مره جايه؟ هو في كمان مره جايه؟ يلا لمي هدومك. الله ده قلبها يا مدحت. لما تعوزي الهدوم دي بتقولي لي. انت عارف ده بكام؟ ده ب 180 جنيه، يعني قد ما هيدك اربع مرات. طز. بس انا بس مهدي بالحلال، بالعرق كمين. يعني احنا بقى اللي فلوسنا حرام؟ مالكش حق تقول كده يا مدحت. ما تزعلوش منه يا جماعه، هو دايما كده مدب، ما بيعرفش ينقي ملابسه. انا قصدي اقول يعني ان الهدايا دي حرام، تقبلها بصفه ايه؟ طب اسمع يا استاذ مدحت، تعالى معايا. عايز ايه؟ تعالى معايا، عاوزك بس في حاجه. عايز فلوس سلف بس. فتح مخك معايا يا مار. مش عارف الستات بتحب اللبس، ودي حاجه بسيطه هتقربني منها وتسهل مهمتك لما تيجي تكلمها في الموضوع. موضوع ايه؟ الجواز. ما قلت لك تنسى الموضوع ده خالص. مالكش دعوه انت، انا مرتب خطه هي الليله دي هناخد ماجده ونسهر في حته. ماجده مين؟ ماجده. اه ماجده. ماجده تسهروا فين؟ هنسهر سوا، وبعدين لما تتبسط وتفرفش وتاخد عليها شويه تروح انت مكلمها. ايه؟ ايه رايك يا ماجده لو نسهر سوا الليله؟ انا ما بسهرش، واختي كمان بقى. لا علمك. مالكش دعوه بيا، خليك انت بقى في البيت.